بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله، حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 من الميلاد. وحشتوني جدا، وبنبدأ مع حضراتكم موسم جديد بعد الأجازة الطويلة بتاعت الأعياد. والحقيقة مش قادر أقول إن الأجازة خلصت، لأن إحنا لسه في أجازة. النهاردة أجازة وبكرة أجازة، و الحمد لله على كل شيء. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان بتزعلوا مني، والموظفين بالذات بيقعدوا يقولوا انت تعتبر بتبص لنا في الاجازه وبتبص لنا في الراحه، ده احنا ما بنصدق، ده احنا كذا. والحقيقه انا كلامي العكس، ده احنا ما بنصدق نشتغل، ده احنا ما بنصدق ننتج، ده احنا ما بنصدق نصنع، ده احنا ما بنصدق نزرع، ما بنصدق نعمل اي حاجه. نفسنا يبقى عندنا ما يكفينا، ونفسنا ان احنا نشتغل، ونفسنا نباهي العالم كله بشغلنا، مش نتفاخر ونباهي العالم ان احنا اكبر دولة بتأجز، واكبر دولة بتاخد اعياد، واكبر دولة بتأنتخ، واكبر دولة موظفينها مش عايزين يشتغلوا. ما ينفعش. لكن كل واحد وهو حر، كل واحد وهو حر. كل 30 يونيو وانتوا طيبين، وكل اجازة وانتوا طيبين، وكل عيد وانتوا طيبين، وكل ساحل وانتوا طيبين، واللي انتوا عاوزينه اعملوه، اللي يعني اللي يبسطكم اعملوه. انا عارف ان الكلام يبدو متأخر شوية، بس الحقيقة انا شايف ان هو في وقته. الكلام اللي انا هتكلمه دلوقتي عن موقف نادي الزمالك مؤخرا، وانا شايف انه في وقته. ليه؟ لانه دلوقتي وانا بكلم حضراتكم دلوقتي على الهوا، نادي الزمالك بيلعب ماتش في الدوري قدام نادي سيراميكا كليوباترا دلوقتي. فانا عندي سؤال بسأله لي مجلس إدارة نادي الزمالك، هو اللي انتوا عملتوه ده كان اسمه ايه؟ اللي انتوا عملتوه ده يا مجلس إدارة نادي الزمالك، يا سادة يا محترمين، كان اسمه ايه؟ حد يقول لي، لان انا اقسم بالله العلي العظيم ما لاقي له مسمى. حد هيقول لي ده موقف والموقف خلص النهاردة؟ يعني هو الموقف ده بيتجزأ؟ الموقف ده على سطر ويسيب سطر؟ بننقي الماتشات اللي مش عايزينها ونعتذر عنها، والماتشات اللي عايزينها نلعبها عادي؟ هو الموقف بالنسبه لكم كده؟ هو ده المبدا؟ انه يكتي ده حلو ولا ده مش حلو؟ يعني حد يقول لي اللي الزمالك عمله الاسبوع اللي فات ده اسمه ايه؟ ما حدش يقول لي يا تامر انت بتتكلم بالطريقه دي عشان انت اهلاوي. الاهلاويه والزملكاويه قبلهم عارفين ان انا الحمد لله في كلمه الحق لا عندي لا اهلاوي ولا زملكاوي. واقسم بالله لو الاهلي كان عملها لكنت قلت له فين يوجعك. ايه يا زمالك؟ على فكره نادي الزمالك يا جماعه نادي كبير قوي. انا كلامي هنا بجد للكابتن حسين لبيب، وعلى فكره كابتن حسين لبيب شخص محترم وخلوق جدا، وكل اعضاء مجلس اداره الزمالك تقريبا كلهم اصدقائي، سواء المندوه، سواء هشام نصر، سواء احمد سالم المتحدث، كلهم حبايبنا واصدقائنا وناس خلوقه جدا. بس انا بتكلم عن الفعل اللي هم عملوه من الاسبوع اللي فات لحد النهارده، انا مش لاقي له مسمى. فانا عشان كده بقول لهم اللي ماسكين نادي الزمالك، يا جماعه انتوا ماسكين نادي كبير، انتوا ماسكين نادي كبير اسمه نادي الزمالك، واحد من اهم واكبر الانديه المصريه والعربيه والافريقيه وفي الشرق الاوسط كله. ما ينفعش تعملوا فيه كده. انا مش عارف ايه اللي بيصيب مجالس اداره نادي الزمالك. ليه مجالس الاداره بتاعت نادي الزمالك هي اللي بتسيء للنادي ولصوره النادي ولشعبيه النادي والاسم النادي والتاريخ النادي؟ هتقولي دي اساءه؟ اقول لكم طبعا اساءه. ما لما نيجي نلعب ماتشاتنا ومره واحده بسبب خطا تحكيمي حصل لنا في ماتش المصري، انا بتكلم هنا باسم نادي الزمالك، يعني بسبب خطا تحكيمي احنا شايفين ان احنا تعرضنا له، وظلم تحكيمي تعرضنا له في ماتش المصري، قلنا مش هنلعب. طب ليه يا عم الحاج مش تلعب؟ لا، ما هو اصل الدوري مش منضبط، والاهلي له مؤجلات كتير من الدور الاول لسه ما خلصتش. طب ايه ده علاقته بالخطا التحكيمي؟ ما انت لو معترض على المؤجلات كنت هتعترض عليها من بدايه لعبك للدور الثاني. لكن انت تعرضت للخطا التحكيمي بتاع البينالتي بتاع زيزو اللي نزل على الخط ولا بعد الخط ولا كذا وكذا، يا سيدي جون وظلم تحكيمي، خطا تحكيمي، ماشي. ايه علاقه ده بقى بالمؤجلات وترتيب الدولي والعداله وتكافؤ الفرص؟ وبعدين خلاص عملت اشوس من الاشاوس، قلت مش هلعب. بتعمل ايه دلوقتي؟
بتعمل ايه دلوقتي مع سيراميك كليوباترا؟ ولا دي دوره رمضانيه بقى عشان اللعيبه تسخن ولا مش عارف؟ والله بتخلوا منظر ال ال الكره المصريه كلها وحش. خلوا منظرنا مضحكه قدام العالم كله. وخليت كده فرصه للمتقولين، وانا عارف ان مش الحقيقه، مش انا بقول، مش انا اهلاوي اهو، بس انا بقول لكم ان مش حقيقه. خليتوا بقى المتقولين اللي قال لك الزمالك كده بالمنظر ده طالما لعب ماتش سيراميكا يبقى هو كان خايف يلعب الاهلي، وانا عارف ان مش الحقيقه. هتخاف تلعب الاهلي ليه؟ اولا دي مباراه لا قيمه لها، دي ماتش في الدوري بثلاثة بونت لا هيود ولا هيجيبه، لا هو على بطوله ولا كاس ولا في افريقيا ولا بتاع. ثانيا اخر مواجهه انت لعبت فيها الاهلي في الدور الاول انت اللي كسبان. فهتخاف من الاهلي تلعبه ليه دلوقتي؟ مفيش حاجه تخوف. فانا عارف ان مش دي الحقيقه، بس انت خليت للناس فرصه ان هم يقولوا ايوه الزمالك اهو طالما الماتش الوحيد اللي ما لعبوش واعتذر عنه هو بتاع الاهلي يبقى ما كانش عايز يلعب الاهلي عشان خايف منه. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ ثم بقى المنظومه، بقى المنظومه حلويات، حلويات منظومه كره القدم، حلويات الواد ده هو حلويات. قال لك اصل رابطه الانديه واتحاد الكره اعتبروا اللي عمله الزمالك ده اعتذار وليس انسحاب. اؤمر. اللي هو عامل ازاي يعني؟ يعني اشمعنى؟ ولا هي اسمها حماده ومحمد ونحب ندلعها؟ ايه الفرق بين الاعتذار والانسحاب؟ انا مش فاهم. يعني لو هو الوقت متحدد والفرقه ما جاتش يبقى انسحاب، لكن لو كلمتك في التليفون قبليها بيوم وقلت لك على فكره انا مش جاي يبقى اعتذار؟ حلوه دي يعني؟ لطيفه؟ مقبوله؟ الانسحاب مش مقبول، لكن الاعتذار مفيش مشكله، لو عندك حاجه اهم، لو عندك مواعيد، لو عندك ارتباط، لو عندك ميعاد سينما وبتاع يبقى اهم من الماتش، ممكن تعتذر عادي. وساعتها ما تطبقش عقوبه الانسحاب، تطبق عقوبه الاعتذار. قولوا لي في انهي كوكب بيحصل الكلام ده؟ انهي كوكب؟ مش انهي دوله، لان مفيش دوله تسمح بهذا الهزار. بس قولوا لي انهي كوكب ممكن يكون بيحصل فيه ما يحدث في الكره المصريه. وبعدين الزمالك يعتذر فنعمل ايه بقى؟ وزير الرياضه مع رئيس الرابطه مع رئيس الاتحاد مع رئيس نادي الزمالك يقعدوا عشان يحاولوا يحلوها ايه؟ بلدي. طب بس ايه اللي مزعلك بس يا كابتن حسين؟ لا 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 اصل ما يصحش كده، مش عارفين بالراحه بس والنبي، واحده واحده وهتمشي وبتاع. ما ينفعش. ما ينفعش. على فكره عشان برضو تعرفوا ده انا حقاني، برضو اللي حصل اعتقد كان الاهلي كان من 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 الموسم اللي فات ولا اللي قبله مش فاكر، كان الاهلي زعلان من حاجه برضو وهدد، هدد ما هدد انه مش هيلعب ماتش الجونه، كان الاهلي وماتش الجونه، الاهلي والجونه، فالاهلي هدد انه مش هيلعب. فساعتها وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي راح للكابتن الخطيب بيته وقعدوا مع بعض، وايه بس اللي مزعلك كابتن خطيب؟ ولا وهنشوف القصه وبتاع. هو ده في كلام كده؟ في رياضة بتدار بالشكل ده؟ قعدات صلح وقعدات عرب ومجلس عرفي وبتاع ومعلش وعليها المرة دي وعديها ومش عارف ايه ده؟ انتوا مودينا فين يا مسؤولين عن الكرة المصرية؟ سواء اتحاد الكرة ولا الرابطة؟ بجد مودينا فين؟ هو لازم كل شهر شهرين لينا مضحكة كده قدام العالم يضحكوا علينا في حاجة؟ لازم ما تعدوهاش كده من غير شو؟ الحقيقه الموضوع زاد عن حده، زاد عن حده. انا مش عارف انتخابات اتحاد الكره امتى، متهيألي قربت. لو بجد جبتوا نفس الناس يا انديه لا تلوموا الا انفسكم بقى. يعني اتحاد الكره ده انتخابات، والانتخابات متهيألي نهايه السنه دي، حد بس تاكد لي من الشباب في الاعداد الدوره بتاعت المجلس الميمون ده تخلص امتى؟ متهيألي تخلص اخر السنه دي او كمان كام شهر. فبتعمل جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه دي من مين؟ من الانديه اللي بتشتكي دلوقتي. الانديه دلوقتي اللي بتشتكي من الظلم وعدم تكافؤ الفرص والمش عارف الايه والتحيز وعدم انضباط الجدول وعدم المش عارف الايه وعدم، بتشتكي من كل حاجه. تلاقيها بقى في الجمعيه العموميه اللي جايه قامت رايحه مختاره ومنتخبه نفس الناس. ده اسمه ايه؟ فانا بقول لكم فرصتكم ان احنا نغير. نغير. بس الفكره مش تغيير اشخاص. الفكره تغيير افكار وتغيير منظومه وتغيير سيستم. وتغيير سيستم الانتخابات امتى؟ نهايه السنه دي. مظبوط. فخلاص نستحمل كام شهر وقضي الله ودي حكمته، لان اي تدخل حكومي من الحكومه في شيء المجلس مشكله. فنستنى كام شهر، هيستنينا ثلاث سنين ولا اربع سنين، جت بقى على كام شهر دول خلاص الحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعل. لكن بس الكلام ده انا ما بقولوش النهارده،
ارجعوا للفيديوهات، انا بقوله من 3 سنين، تاني شهر تسلم هذا المجلس، وانا قلت ان هذا المجلس لا يصلح مش لاشخاصه لكن لكينونته، ولانه لم يظهر امارات ولم يعطينا سيستم. اما طبعا بالنسبه للحاج عامر حسين صاحب التوكيل الحصري في وضع الجداول والمسابقات من سنه 1948 من ايام النكبه، فواضح ان هو ماسك علينا زله، ماسك علينا حاجه، لان هو اللي بيحط الجداول والمسابقات من يوم ما عرفنا يعني كره قدم في مصر. لكن خلاص في حاجات كده بتبقى عشره فلازم نستحملها يعني. هتقولوا لي يا تامر طب انت دلوقتي ليه بتلوم مجلس اداره نادي الزمالك على الموقف اللي عمله؟ كان لازم يبقى في موقف يحصل. اه صح عندكم حق، بس لا ده التوقيت ولا ده الشكل. انا دلوقتي تعرضت لظلم تحكيمي، وشايف بقى ان دي فرصه ان انا افتح كل الملفات، فكره عداله التحكيم وفكره تكافؤ الفرص وفكره النظام الجدول وانه مش عارف فيش مؤجلات ومفيش مش عارف ايه. دي اعملها امتى؟ اعملها في بدايه الموسم. الموسم ده كده كده بايظ، يعني اي حاجه الزمالك دلوقتي هيطالب بيها مش هتصلح الموسم، لان الموسم خلاص اتلخبط واتخربط واتبهدل لا يمكن اصلاحه. اهو موسم ويعدي، اهو موسم ويعدي، اللي يكسب الدوري بيراميدز يكسب الاهلي يكسب اي حد، ولا تفرق والله ولا تفرق معايا. موسم ملوش لا طعم ولا لون، الموسم اللي ابتدى من 3 سنين ولسه ما خلصش لحد النهارده، فيخلص زي ما يخلص. اي حاجه الزمالك هيطلب بيها وحتى لو اتنفذت مش هتعدل المايل. او بيجي بقى الموسم ده يخلص، او حاطط ايدي على خدي كده بقى يا جماعه ستوب، تعالوا يا لجنه الانديه ورابطه الانديه نقعد، المهزله دي لازم تتوقف. انا مش هبدا موسم جديد غير لما يبقى في ايدي جدول، والجدول ده مكتوب عليه ومختوم عليه ومنضي عليه من كل الناس انه مش هيحصل فيه تعديلات، مش هيحصل فيه تاجيلات، مش هيحصل فيه الغاءات، وكل الناس هتلعب، كل الانديه هتلعب في اسبوع واحد. مش المهزله اللي حاصله دلوقتي ان بيراميدز في الاسبوع ال 26 والاهلي في الاسبوع ال 19 ومش عارف مين في الاسبوع ال 15، تحس ان هم في بلاد كل واحد في بلد تانية. اجي اعمل ده كده بقى، وعلى فكره ساعتها الاهلي يتضامن مع الزمالك والمصري وزد وسيراميكا وكل الانديه المحترمه هتتضامن مع الزمالك في هذا الموقف، لانه ما ينفعش الكنافه بالطرش اللي احنا عاملينها دي. بس ده يتعمل في بدايه الموسم، ووريني بقى شغلك والا مش هنلعب. لكن اجي في نص الموسم وبعد ما لعبت مؤجلاتي وبعد ما اتعرضت لظلم تحكيمي في ماتش، اجي اقول لا الماتش اللي جاي وبالصدفه بالصدفه الماتش اللي جاي ماتش الاهلي، ايه الحركات دي؟ يعني ليه انا بقول لكم جمهور الزمالك ليه موعود مع مجالس اداره بيعملوا حركات؟ مره دي اعتذار عشان مش عارف ايه، وقبل كده كان موقف بتاع الاتوبيس اللي ما وصلش واللي عطل على كوبري اكتوبر وبتاع. نادي الزمالك كبير كبير، اسم كبير، اسم يخض، اسم يهز، ما تعملوش فيه كده، ما تخلوش الدول اللي حوالينا والعربيه والافريقيه بتاعت تقول لك ايه اللي بيعمله مجلس نادي الزمالك ده، ما حدش نادي تاني بيعمل كده. فارجو ارجو ارجو من مجلس اداره نادي الزمالك، لان احنا انا مستبشر بيهم جدا، وما صدقت ان يبقى في استقرار واحترام وانضباط وعلاقه حلوه وكل حاجه لطيفه، وهم اشخاص كلهم دم في الخلق ومحترمين واساتذه وافاضل. فارجوكم ما تعملوش كده تاني، خلونا بقى نشتغل بالقانون وبالصح مش بالمواقف والشهات. وبمناسبة بقى عشان تبقى مرة واحدة، اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أنا برضو الاتنين مع بعض، أنا مش عارف مين المسؤول عن الحتة اللي أنا هقولها دي، بس بتهيألي رابطة الأندية أكتر. مش هما بس، إحنا كلنا عارفين إن عندنا أزمة كهرباء في مصر. في حد مش واخد باله من الحكاية دي؟ لا، بتهيألي واخدين بالكم يعني. والحكومة عمالة تشتغل وبتحاول مش عارف إيه، وسمعنا التصريحات بتاعت رئيس الحكومة الدكتور مصطفى بيه الأسبوع اللي فات إنه تخفيف الأحمال ده المفروض ان شاء الله انه هينتهي ويخلص ونخلص منه في الاسبوع الثالث من شهر يوليو اللي احنا مقبلين عليه، يعني نستحمل اللي احنا فيه ده اسبوعين او 20 يوم على الاكثر، وفقا لتصريحات مصطفى مدبولي مش كلامي، عشان لو ما حصلش ما تقولوش تامر قال، لا ده رئيس الحكومه هو اللي قال. ازمه الكهرباء دي خلت الحكومه نفسها وعلى لسان وزير الشباب والرياضه في الحكومه
اللي لسه موجوده دلوقتي تسييرا للاعمال حتى تعلن الحكومه الجديده. ده انا مش عارف برضو لسه ما تمش الاعلان عنها ليه، لكن ان شاء الله خير يعني، لعل المانع خير. قالوا في بدايه الموسم ده انه ترشيدا للطاقه وترشيدا للكهرباء، ولان الاستادات بتشفط كهرباء كتير قوي بسبب الكشافات والاناره الليليه اللي بتسحب كهرباء كتيره جدا، فاحنا هناخد قرار ان المباريات هتتلعب نهارا. ده الكلام ده وزاره الشباب والرياضه اللي قالته، واتحاد الكوره ورابطه الانديه اكدوا على هذا الكلام. ففوجئنا بايه بقى؟ وانا بقول هذا الكلام هو على مسؤوليتي عشان الكلام يبقى واضح اهو. ففوجئنا ان واحد، الغلابه بس هم اللي بيلعبوا بالنهار، الانديه الغلبانه هي اللي بتلعب بالنهار. بصوا على الجدول كده بتاع مثلا اسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، هتلاقي الانديه الغلبانه اللي ملهاش ظهر بتلعب الساعه 4، بتلعب الساعه 5، بتلعب الساعه 3 في عز النقره ودرجه الحراره 50، يلا انزل سخن والعب. والاهلي والزمالك عشان دول مش الانديه الغلبانه، والانديه اللي ليها ظهر وليها جماهيريه وليها سند وليها وليها، بتلعب الساعه 7. ده تكافؤ فرص؟ ما فيهوش تكافؤ فرص. ما فيهوش تكافؤ فرص طبعا. عايز تلعب كل الناس لعبهم كده، يبقى ماتش الاهلي مره الساعه 4 والزمالك مره الساعه 5 والمحله وبنات المحله يلعبوا مره الساعه 7، لكن ماتشاتهم تبقى هي اللي في نقره الاياله. ما فيش كده، ما فيش كده، ما فيش كده. ثانيا بقى مع الترشيد، طب يا رابطه الانديه ويا اتحاد الكوره ويا اللي بتحطوا التوقيت بتاع الماتش بتاع الساعه 7 ده، وماتش بتاع الساعه 7 ده بيعمل لك ايه في الطاقه في الكهرباء؟ ده اللي عامل زي اللي رقص على السلم. ما انت يعني عايز توفر كهرباء، فمش هولع اضاءه بتاعت الاستادات، يبقى الماتش اخره يبدا 6 او 5:30 عشان يخلص الساعه 7:30 8 وقت المغرب، لان الدنيا بتبتدي الشمس بتغيب بعد المغرب بعد الساعه 8. لكن الساعه 7 دي معناها ان انا بقدر اللعيب على الفاضي، بغلس عليهم على الفاضي، تعال العب في الحر شويه الساعه 7، واول ما تيجي الساعه 8 هولع الاضاءه، لان الشوط الثاني لازم يتلعب في النور ولا هيلعبوه ضلمه. فمش عارف والله ما عارف انتوا بتعملوا ايه. يا اما نطفي الانوار وما فيش اضاءه ليليه في الاستادات، فالماتشات كلها تتلعب قبل غروب الشمس وتخلص قبل غروب الشمس قبل الساعه 8. يا اما طالما هنولع الاستادات وهنولع الاضاءه وهندفع الفواتير وهنستهلك كهرباء، ما خلاص بقى مش فارقه. ملاعب اللعيبه الماتش في الليل في الحر اللي احنا فيه ده وفي الصيف الساعه 8، الماتش يبدا الساعه 9 زي ما كان زمان من كام موسم. اللعيبه تروح وتبقى بعد الشمس وبعد البتاع، واللي صايم صايم واللي فطر فطر واللي مش عارف يبتدوا يلعبوا والجو حلو، والجماهير كمان تروح الساعه 9 بالليل والماتش والجو يبقى حلو وتستمتع وتعرف تشجع. لكن بتعذب اللعيبه وبتعذب الجماهير وبتولع الاضاءه. الله يا ابني انت بتغلس على نفسك. انت غاوي تعمل لنا فوازير. يا بتوفر يا ما بتوفرش. يا بتريح اللعيبه ما بتريحش. لكن اهو كده ماتش الساعه 7 تلعبوا شوط في نور ربنا وشوط على الاضاءه. لوغاريتمات الكره المصريه. لوغاريتمات الكره المصريه، بالاضافه للنقطه اللي بقولها لكم اهو اللي هي فكره العداله. ما ينفعش الانديه الغلبانه تلعب الساعه 3 4 ولاعيبتها تسيح، والكبار يلعبوا الساعه 7 اللي هو يا دوبك خلاص الشمس كسرت ويلعبوا بقى في الطراوه. لا ده ملهاش علاقه بتكافؤ الفرص خالص خالص خالص. اتفقنا؟ اتفقنا؟ انا عارف ان احنا ما اتفقناش، لان عمرنا ما هنتفق انا ولا القائمين على الكره المصريه هذه الايام. معلش انا ركدت عليكم شويه، معلش. تعالوا افرحكم بحاجه حلوه عشان ما يبقاش البدايه تزعل كده. تسلم ايده وراسه وفكره اللي عمل الاعلان ده، بجد يسلم. والحقيقه انا مش هقدر اقول لكم اسم الاعلان او اسم الشركه او اسم القريه او كده، لانه ده مش فقره اعلانيه او ده مش خبر اعلاني. لكن الحقيقه انا لا املك دلوقتي الا ان انا اقول ان انا فخور بان هذا اعلان مصري عن منتج مصري.
اكيد حضراتكم شفتوه سواء على التلفزيونات او حتى على السوشيال ميديا، الاعلان بتاع سيلفستر ستالوني النجم الامريكي الهوليودي العالمي الكبير، اللي تعاقدت معاه شركة مصرية عملاقة عشان يعمل اعلان عن احد القرى السياحية الساحلية اللي هتتعمل في الساحل الشمالي الغربي المصري. اعلان يدعوك للفخر، اعلان كما يقول الكتاب. ليه انا بتكلم دلوقتي عن هذا الاعلان؟ مش ان انا بعلن عن المنتج ولا عن الكومباوند ولا عن القرية، لا خالص، بس انا فرحان انه بقى عندنا فكرة هذا الابداع، الكرياتيفيتي دي، الفكرة دي. خدوا بالكم الاعلان ده، في ناس هيقولوا يا تامر انت عملت فشخر في الاعلان وتمجد في الاعلان قوي، يا عم ده فلوس، اديني فلوس وانا اعمل لك اعلان زي. لا الحقيقة لا، لان في ناس كتير معاها فلوس وصرفت فلوس اكتر من كده في اعلانات وطلعت كلها بلح. انا مؤمن دايما ان الفكرة هي التي تصنع النجاح، مش الفلوس وحدها هي اللي تصنع النجاح. يا ما ناس معاها فلوس وما عرفوش ينجحوا، الفكرة تصنع النجاح. ايه بقى اللي عجبني جدا في الفكرة؟ مش بس مجرد التعاقد مع نجم عالمي محبيه ومعجبيه ومشاهديه بالمليارات، مش بالملايين، بالمليارات، من ايام روكي لحد النهارده اللي هو سيلفستر ستالون. لا، اعجابي ان الاعلان 90% منه بيتكلم عن مصر، مش بيتكلم عن القريه السياحيه ولا عن الشركه اللي هتعمل القريه السياحيه. لو شفتوا الاعلان ودققتوا فيه ارجعوا اتفرجوا على الاعلان كويس. الاعلان بيتكلم عن مصر وقيمة مصر وأفضلية مصر وميزة مصر اللي موجودة عن كل دول العالم. الإعلان ببساطة كده إن سيلفستر قاعد مع أصحابه في إيطاليا، فبيكلموه في التليفون ومش عارف إيه وبتاع، فبيقول لهم ده أنا قاعد في جنة في البحر المتوسط هنا، بس في شوية حاجات مضايقاني ومش عارف إيه. وبعدين مرة واحدة الدنيا مطرت في شهر يوليو هناك في إيطاليا، فصاحبه بيقول له طب ما تيجي البحر المتوسط اللي بجد. فقال له يعني ايه ما انا في ايطاليا وعلى البحر المتوسط اللي بجد؟ قال له لا، البحر المتوسط اللي بجد جنوب المتوسط، ساوث ميد، جنوب المتوسط. ساوث ميد يعني ساوث ميديترينيان، ميديترينيان اللي هو البحر المتوسط. فقال له فين يعني؟ قال له مصر، مصر هي البحر المتوسط اللي بجد، وسواحل البحر المتوسط اللي بجد، والميه الحلوه النقيه اللي بجد، والجو المتوسط المعتدل اللي بجد، والناس الحلوه المضيافه الكريمه الجميله اللي بجد، والشام الرمله الناعمه اللي مش عارف ايه اللي بجد. فجي سيلفستر ستالون فقال لك اه والله ده هنا جنة المتوسط اللي بجد، وابتدى يكلم اصحابه ويقول لهم تعالوا خدوا بقى الوحدات اللي جنبي والفيلا اللي جنبي والبتاع، لان انا في احلى مكان في العالم. فكرة عبقرية تساوي دعاية لمصر واستثمار في مصر والسياحة في مصر والجمال في مصر، تساوي مليارات مليارات. عشان كده انا معجب جدا 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 بالاعلان، وفي ذلك بقى فليتنافس المتنافسون. يعني كل الناس اللي بتعمل اعلانات عن الحاجات اللي زي دي في مصر، ادي السكه اهي، قلده بقى معايا. اذا كنت بتحب التقليد قلد اهو. يعني انا عجبني ان الفلوس كلها اتدفعت بتاعت الاعلان ده، سواء في البرودكشن او طبعا المبلغ اللي اخده سيلفستر ستالون، واكيد مبلغ كبير وكذا، بس في النهايه الشركه ما بقتلوش بقى الاعلان كله، الدقيقه اللي بتاعت الاعلان كلها كل الكلام عن الشركه، عن الشركه وجمال الشركه وجمال القريه والخدمات بتاعت القريه، ولا حاجة. كل الكلام عن حلاوة مصر وجمال مصر وساحل مصر الذي لا يقارن ولا يضاهى. حاجة بصراحة تشرف. مش بقى الشركات دلوقتي اللي بتدفع ملايين برضو في الاعلانات، ويبقى كل الفكرة ان انا اجيب مغني يقعد يتنطط في الرمل والمية وبتاع على الشط وبتاع، ويلا اضع ونزل. طب استفدنا ايه؟ عارف الوحيد اللي استفاد من الاعلان مين؟ هو المطرب. غنى وتشهر وقبض، غنى وتشهر وقبض. لا انت ككومباوند ولا قريه ولا كشركه استفدت، ولا انا كمواطن وعميل بتفرج استفدت حاجه. فارجوكم الاعلان، لان انا يعني انا بفهم شويه في الاعلان، لان الاعلان والاعلام وجهان لعمله واحده، فيهم قيمه وفيهم فكره، مش صرف، مش صرف، مش زي افلام مقاولات زمان، هات مطرب وهات رقاصه واعمل خناقه ويلا عبي فيلم.
لا الاعلان ما فيهوش هات مطرب وهات واحده تغني وغنوا وارقصوا على الشمس والميه والرمله ومبروك، لا لا، كل حاجه ليها طريقه وليها فن. فبرافو بصراحه على القائمين وخصوصا الكرييتيف بتاع اعلان ستالوني، ونفسي نفسي في الاعلانات اللي زي دي تظهروا مصر بالشكل ده وتفكروا في مصر بالشكل ده، هتبقى عظيمه والكل هيستفيد، الكل هيستفيد بما فيهم احنا كمان، لانه كل انظار العالم ساعتها هتتجه الى مصر والسياحه في مصر والاستثمار في مصر. بمناسبه الاستثمار في مصر، النهارده كان في مؤتمر مهم جدا حضره وشرفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متعلق بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في الاستثمار الاوروبي وجذبه الى مصر، وكان في اعلان عن اتفاقيات كثيره ومجموعه كبيره من بروتوكولات التعاون. اعتقد ان دي بادره مهمه جدا، لان الاتحاد الاوروبي قوه اقتصاديه كبيره، والشركات واذرع الاستثمار اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي ودوله كفيله بانها تنهض باي اقتصاد اي دوله لو امنت انها سوق جاذب ومربح وامن للاستثمار، وهو ده اللي كانت الدوله بتعمله خلال السنوات الماضيه، وهي تهيئه السوق المصري وتامينه من اجل جذب المستثمر الاجنبي، اللي اعتقد الان كلهم بيروا ان السوق المصري اصبح جاهزا وجاذبا، ويمكن كمان في ميزه نسبيه وتفاضليه عن باقي اسواق المنطقه. الحمد لله مصر هي الاكثر استقرارا، وربنا يديمها علينا نعمه. تقرير. انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس السيسي وأرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. مؤتمر يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي. ويستهدف المؤتمر أيضا تعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية أهمها الطاقة المتجددة، وتشمل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والتصنيع، قطاعات الأدوية الطبية والسيارات والأمن الغذائي والمائي والابتكار والرقمنة، نظرا لقدرته على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما شهد رئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو. لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. ويستمر المؤتمر لمدة 29 ويونيو الجاري. ويأتي مؤتمر هذا العام في وقت مميز بالنسبة لمصر، إذ أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل البرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، صفقة رأس الحكمة، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع. ويشكل هذا المؤتمر
منصة حوار لتنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع، إذ يكون ذلك دافعاً لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من مرونة الاقتصاد. من الجدل أثيرت خلال امتحان مادة الفيزياء اليوم حول تسريب الامتحان عبر مواقع الغش الإلكترونية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قالت الوزارة أن جميع مراحل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة تأمينا مشددا من جانب إحدى الجهات السيادية في الدولة بإجراءات يصعب على أي شخص اختراقها قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة. وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إصرار جروبات الغش على النصب على طلاب ثانوية وإيهامهم بقدرتهم على تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحان في كل مادة بهدف جمع الأموال من الطلاب، وأنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكترونية على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور، وأن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة. كما تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظاً على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات. وأدى امتحان الفيزياء 2024 عدد 434,534 طالباً وطالبة بشعبة علم علوم، وعدد 102,827 طالباً وطالبة بشعبة علم رياضة. كما أوضحت الوزارة أن إجمالي طلاب شعبة الأدبي يبلغ 207,685 طالب وطالبة، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للعام 2023-2024 نحو 7,450,086 طالبا وطالبة موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية. وخلال الامتحانات تم الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه عن انتظام امتحانات الثانويه العامه، انتوا عارفين بعد اجازه عيد الاضحى المبارك عادت امتحانات الثانويه العامه، والنهارده كان في امتحان الفيزياء، وانتوا عارفين مع امتحانات الثانويه العامه السوشيال ميديا دايما بتبقى مليئه بالاخبار ومليئه بالكلام وساعات مليئه بالاشاعات، وشي كلام عن صعوبه الامتحان او سهوله الامتحان، وشي كلام عن تسريب الاسئله ومعدل الاسئله، كلام كتير طول الوقت. والحقيقه السوشيال ميديا بتبقى يعني متالقه قوي في هذه الايام بحثا عن الاثاره والترندات وما الى ذلك. انتوا عارفين مبدانا دايما ان احنا بنحب نجيب المعلومه من مصدرها. رحبوا معايا بالصديق العزيز الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ شادي مساء الورد. مساء النور استاذ، مرتحتي ليك للساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ ان شاء الله اكون بخير. تمام الحمد لله. خلاص احنا خدنا بقى على السوشيال ميديا وما تفعلوا بنا من إثارة للأقاويل والإشاعات وما إلى ذلك. احنا عندنا قسمين، قسم متعلق بصعوبة الأسئلة، وده الكلام اللي اتنشر واتقال على السوشيال ميديا ومن ردود أفعال
بعض الطلبة اللي خرجوا من الامتحان، والشق التاني بقى بتاع تسريب اللي بتاع الكلام ده اللي بيطلع مع كل امتحان. خلينا الاول نقفل القصة بتاعت التسريب دي، هل في اي كلام عن حاجة تسربت، حاجة اتنقلت، حاجة حصل فيها كلام من ده؟ لا، هو كما هو العادة يعني يا استاذ تامر، طبعا حضرتك عارف احنا دايما بنقاوم ما يسمى الشائعات اللي بتبقى عاملة زي كرة التلج اللي بتكبر مع التأخر الرد او التأخر في وجود رد فعل، ولكن احنا يعني بنتبع اسلوب الفعل مش رد الفعل. يعني في حالة وجود او ظهور اي حاجة متعلقة بتداول ورق اسئلة او غيره، او حتى ادعاء لتسريب امتحانات على جروبات او غيره، بنصدر بيانات على الفور ونوضح الصورة للاعلام والصحافة كويس. والرأي العام، وده بيتم بشكل مستمر يمكن من بداية الامتحانات او طوال الفترة اللي فاتت، يمكن حتى النهاردة كمان، حتى فيما يتعلق بضبط اي حالة غش داخل اي لجنة على مستوى الجمهورية هاي بيتم اصدار بيان بيها على الفور والاعلان بيها. ولكن خليني اكشف لحضرتك يمكن نقطة، احنا يعني الفريق مكافحة الغش في غرفة العمل المركزية، وده طبعا يعني تعاون مع الجهات المعنية، تمكن خلال الفترة اللي فاتت من غلق ما يقرب من 100 جروب غش الكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي. هذه الجروبات كلها تحديدا كانت بتدعي طبعا فكرة التسريب والتداول وغيره وغيره، يمكن تم اغلاق هذه الجروبات بالكامل. وطبعا حضرتك عارف ان في ظل طبعا التكنولوجيا الحديثه وهذه التطبيقات، من السهل جدا ان يتم تشكيل او تاسيس اي جروب ببساطه ويسر وسرعه، صح. ولكن احنا دورنا فكره الرصد والمتابعه ومحاوله طبعا الاغلاق، وطبعا في نفس الوقت بالتوازي الالتزام بالاجراءات الخاصه بسلامه انتظام سر اللجان، عدم وجود اي حالات غش. لو في حاله غش طبعا بيتم ضبطها على الفور، لو في حاله حتى تداول لجزء من الاسئله على ورقه تم تصويرها وتم تداولها على جروبات او تطبيقات التواصل، بيتم الوصول للطالب اللي قام بتصويرها في خلال دقيقتين او ثلاثه. يعني طبعا في تقنيات حديثه وفي فريق كامل بيشتغل على ده داخل غرفه العمليات. فيعني يمكن حتى النهارده احنا اعلنا عن وجود 5 حالات غش في امتحانين التاريخ والفيزياء، تم الوصول ليهم في ظرف دقيقتين تقريبا، يعني ما انتظرناش، تمام. وتم الاعلان ده كمان بشكل فوري حتى خلال فتره الامتحان، يعني ما انتظرناش حتى لحد ما الامتحان خلص. كويس. فلا، هو على صعيد الجهود مكافحه الغش، فالحقيقه ان الوزاره بتقوم بجهود كبيره جدا بالتعاون مع الجهات المعنيه. فريق مكافحة الغش في غرفة العمليات والجهات المعنية معانا بتقوم بجهود يعني قوية جدا جدا. كويس. والحقيقة ان يمكن يعني الجهود دي اتت ثمارها على مدار الفترة اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله نستمر خلال الفترة اللي جاية بإذن لكن الله. طبعا زي ما حضرتك عارف يا استاذ سامر، ان فكرة التهويل ونقل الكلام على السوشيال ميديا من هنا لهنا لهنا دون تدقيق المعلومة او تأكد، لا دي حاجة مش هنقدر نعمل فيها حاجة، انت عارف ده طبع السوشيال يعني ميديا. احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نوضح المعلومات وندققها ناكدها ونظهرها للراي العام. هاي. وطبعا يعني وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي بنركز عليها وبنشتغل عليها بشكل كويس جدا عشان المعلومه توصل صح. ممتاز. لكل اولياء الامور والطلاب، ما يبقاش في اي حاله بلبله او توتر. ممتاز. فيما يتعلق بالشكوى من صعوبه الفيزياء، انا يعني مش هقدر احكم انا الحقيقه، لان انا الفيزياء بالنسبه لي لوغاريتمات، يعني حتى اهلا بكم في ماده الفيزياء بالنسبه لي دي صعبه. فقول لي هل فعلا الامتحان كان فيه اجزاء صعبه اكتر شويه بكتير من مستوى الطالب المتوسط؟ هو طبعا بعد انتهاء الامتحان وردت الوزاره شكاوى عديده طبعا من صعوبه الامتحان ووجود بعض الاسئله اللي قد يشوبها الخطا. فعلى الفور الدكتور رضا حجازي وجه بتشكيل او مش بتشكيل وجه اللجنه الفنيه المنوط بيها مراجعه ورقه الاسئله ونموذج الاجابه، ان هي تسرع في اعداد تقرير كامل عن كل الشكاوى اللي تم رصدها، سواء المتعلقه بصعوبه وطول الامتحان او المتعلقه حتى بالاسئله اللي هي مسار الجدل. وخليني بس اوجه رساله من خلال حضرتك واطمن ابنائنا الطلاب ان نتيجه تقرير اللجنه هتخرج في صالح الطلاب ان شاء الله بدون اي يعني عايز اقول لحضرتك ايه، ان النتيجه هتخرج باذن الله في صالح الطلاب 100%، مش هيبقى فيها اي جدال او طيب يعني خلينا هنا نقر ان التوجيه اللي اداه معالي الوزير دكتور رضا حجازي ان اللجنه هدفها هو صالح الطلبه، مش مجرد بس ان يشوفوا لي ايه اللي حصل. بالظبط بالظبط. والتأكيد طبعا على كل ما بس هي فكرة يا أستاذ شادي، يعني ما تزعلش من النقطة دي، فكرة صعوبة الأسئلة دي ممكن نتكلم فيها، إن اللجنة تقيم فعلا الأسئلة ومدى صعوبتها بالنسبة للطالب المتوسط أو جزء بس اللي له علاقة بالطالب المجتهد أو الطالب المتفوق أو كذا، دي أمر سهل ومقبول حتى بالنسبة لنا. لكن فكرة إن يبقى في خطأ
انا طبعا لسه ما اكدناش او ما قررناش بوجود خطأ في الاسئلة، بس فكرة يبقى في خطأ دي فكرة مش مقبولة، لان اكيد الامتحان ده تراجع وتراجع ثم تراجع ثم تراجع بعد ما المراجعة، يعني ما ينفعش الامتحان ده يبقى فيه 1% نسبة خطأ في وضع الاسئلة. هو طبعا زي ما حضرتك عارف يا استاذ تامر، الامتحانات بيتم سحبها من بنوك الاسئله وفقا للمواصفات الموضوعه طبعا لكل امتحان، تمام، وبيبقى في لجنه لمراجعه هذه المواصفات، صح، ولكن بعد كل امتحان في لجنه مشكله بيبقى دورها الوحيد هو المراجعه ايضا تاني على كل التفاصيل الخاصه سواء بتصنيف ومواصفات الاسئله ونموذج الاجابه كمان. كويس. وحتى لو في حاله، حتى لو ما فيش شكوى، لو في حاله اكتشاف اي خطا او اي مشكله في الاسئله او نموذج الاجابه بيتم مراعاه الطلاب فيها على الفور حتى بدون الحديث او بدون الاعلان او الكلام ده. ممتاز. فانا بس عايز اطمن الطلاب واكد لهم ان مجرد ما تقرير اللجنه هيصدر احنا هنعلن ده بشكل رسمي وهنعلن عن كل التفاصيل عشان يطمنوا وعشان يدخلوا حتى الامتحان اللي جاي يوم الثلاثاء ان شاء الله. اهم حاجه تطمنهم النهارده ان معالي الوزير قال للجنه شوفوا اللي فيه مصلحه الطلاب واعملوه. بالظبط بالظبط. ممتاز. وان شاء الله باذن الله التقرير يخرج في صالح الطلاب تماما، تمام، وهيراعيهم وهيدخلوا الامتحان اللي جاي ان شاء الله باذن الله بهدوء، ويعني مش هيبقى فيه اي مشكله باذن الله ان شاء الله كله يعدي على خير. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ شادي، وباذن الله باقي الامتحانات تعدي على خير وسلام وكل النجاح والتوفيق باذن الله، ودعواتنا لاولادنا بالتفوق. طيب اسيب حضراتكم مع التقرير الاخباري اللي هنروح منه للفاصل، وبعدين نرجع نكمل اخبارنا في اخر النهار. زعم جنود لواء نحال الإسرائيلية أنهم عثروا على نسخة من لعبة الأطفال الشهيرة السلم والثعبان خلال عمليات مسح داخل قطاع غزة تزر أهدافا رئيسية للحركة. ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، ادعى الجنود أنهم اكتشفوا مخبأ للأسلحة أثناء عمليات المسح التي يقومون بها ومخطط اللعبة الشهيرة، لكن حماس غيرت مصطلحاتها إذ حملت عنوان لعبة الوصول إلى القدس، وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة الورقية الخاصة باللعبة، وقد تم تقسيمها لمربعات حملت أسماء مناطق مثل إسدود والخليل وعكا. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت لخطة اليوم التالي في قطاع غزة تقضي إلى تقسيمها إلى 24 منطقة إدارية. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مسؤولي إدارة بايدن يدعمون الفكرة لكنهم يشككون في إمكانية نجاحها بهذه بسرعة. أظهر استطلاع تلفزيوني جديد أن حوالي ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجب أن يترك السياسة وألا يسعى لإعادة انتخابها. نشرت إحدى طالبات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً ترصد قيام أحد جروبات شاومينج بالنصب عليهم، وقد ظهر في الصور التي نشرتها الطالبة محادثتها مع أدمين جروب شاومينج أثناء الاتفاق على أكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة. ووفقاً للرسائل المسربة بين الطالبة وشاومينج، أعلن الأدمين عن قائمة أسعاره والتي قسمها لشرائح تصل إلى 15,000 جنيه و 30,000 جنيه مقابل إيهام الطالبة بالدخول على الجروب السري لتسريب امتحانات الثانوية العامة. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الجمعة المقبل بين المرشح مسعود بسشكيان والمحافظ سعيد جليلي. وقالت الداخلية إن بسشكيان تصدر الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت، يليه جليلي بحصوله على أكثر من 9 ملايين صوت، موضحة أن نسبة المشاركة بلغت 40%. أعلن الجيش الأمريكي عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأعلن الحوثيون عن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية مع الفصائل العراقية لاستهداف سفينة إسرائيلية بميناء حيفا وتحقيق إصابات مباشرة. بشكل واضح وصريح دعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، واعتبرت الصحيفة أن ذلك أفضل لبايدن ولأمريكا والديمقراطيين حتى لا تتشوه الصورة الديمقراطية وقيمة بايدن أمام أمريكا.
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20,000 جنيه لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية. استهل سعر الذهب في السوق المصري تعاملات اليوم السبت 29 يونيو على ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس، حيث سجل عيار 18,700 جنيها، وسجل عيار 24,3600 جنيها، وعيار 21,3150 جنيها، وعيار 14 سجل 2100 جنيها، والجنيه الذهب 25,200 جنيها. تشهد حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 48 ساعة. وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس اليوم وغدا سيظل شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. بكرة إن شاء الله 30 يونيو الذكرى 11 لثورة 30 يونيو 2013 واللي قام فيها الشعب المصري كله عن بكرة أبيه دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الهوية المصرية تجاه الجماعة الإرهابية اللي كانت عايزة تختطف مصر وشعبها في اتجاه عمر ما مصر قبلته ولا عرفته على مدار أكتر من 7000 سنة. والحقيقة أنه في مثل هذه المناسبات حزب مستقبل وطن لا يتأخر أبدا عن أنه يتواصل مع الجماهير ويتواصل مع الشارع المصري، إثباتا لفكرة أنه الأحزاب السياسية مش مجرد أحزاب لها علاقة بالاجتماعات المغلقة والكلام في السياسة والدستور والبرلمان. بالعكس، الأحزاب وجودها الأساسي وتواجدها وتأثيرها هو في الشارع. عشان كده بينتظر حزب مستقبل الوطن هذه المناسبات للتواصل مع الجماهير وتقديم كل الخدمات والمساعدات والدعم الاجتماعي ممثلا في هدايا وسلع غذائية وسلع عينية كمان إلى الجماهير في مختلف المحافظات. وده اللي عمله حزب مستقبل الوطن مش النهاردة بس، على مدار الأيام الماضية احتفالا بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو. وهذا تقرير عن بعض ما قام به حزب مستقبل الوطن في المحافظات المصرية المختلفة. ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نظم حزب مستقبل وطن احتفالات في كافة محافظات الجمهورية تضمنت تقديم الهدايا للمواطنين والأطفال، بالإضافة إلى تقديم السلع الغذائية تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. تحيا مصر. يا ريس يا رب يديك الصحه يا رب، ربنا يخليه لنا يا رب ما نتحرم منه. كل سنه وانت طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يا رب. دايما معانا يا رب، دايما معانا. انت طيب، ربنا يخلي لينا ويخلي للغلابه يا رب. ربنا يخليه لنا ويطول في عمره يا رب وحمينا. ربنا يبارك، ربنا يخليك لنا يا ريس ودايما مفرحنا يا رب. ربنا يبارك لنا فيه ويخلي ويديله طول العمر. سنة وانت طيب يا رئيس، حضرتك طيب يا رئيس. شكرا يا رئيس.
بمناسبة 30/6. إنما عارفين وهنبني مستقبل وطن ده اللي أمن علينا عشان نهض حتى الزمن. كل سنة وأنت طيب يا ريس. ربنا يخلي لنا يا رب. ربنا يخلي لنا أولاد. تحيا مصر. تحيا مصر. زي ما هي برضه في دمنا بكرة هتعالى لما نكون معانا. ربنا يخلي لمصر وكده وتحيا مصر. هنبني مستقبل وطن ده اللي امن علينا عشان نهض حتى الزمن بشرف وامانه وصدق نتعامل معانا. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحبك يا ريس. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا يا ريس على الهديه الحلوه دي. شكرا يا ريس. كل سنة وانت طيب يا ريس. كل سنة وشعب مصر طيب والرئيس السيسي رئيس لمصر طيب رافع راسنا. كمل طريقك واحنا معاك وفي ظهرك. كل سنة حضرت الرئيس. ديك طول العمر يعود على الايام بخير ويخلي لينا ويسدد خطاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا يا رايح يا شكرا يا رئيس. كل عام وفخامتك بخير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل عام ومصر بخير. كل سنة وانت طيب يا رئيس. بصوا الإنجازات ولما جاب حق الشهيد بيضحي الحياة ورسد ما شغل من حبيب العالم. حبك يا رئيس. تحيا مصر. انت طيب يا رايس. نحبك يا رايس. الله نحبك يا رايس. يا رايس انا احبك جدا جدا. تحيا مصر. تحيا مصر. ربنا يعينه بس فيها. كل سنة ومصر طيبة. كل سنة والرئيس طيب. اقول الرئيس ربنا يوفقك. تحيا مصر. كل سنة ومصر طيبة. كل مصر الشعب المصري طيب. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس بمناسبة ثورة 30 يونيو. اهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل وعدنا ايضا الى فقرة الارقام والاحصاءات مساء كل يوم سبت. ووصل الى الاستوديو ملك الارقام استاذ عبد الناصر قنديل
ريحناك واجزناك وعيدناك وما لكش حجه بقى، عايزين نرجع بتقول لنا ان شاء الله. تسلم، الحمد لله على السلامه، ومره تانية كل سنه وانت طيب، وان شاء الله نبدا موسم جديد من اخر النهار، وباذن الله الارقام كمان والاحصاءات تبدا معانا موسم جديد. وانا عارف ان النهارده الاستاذ عبد الناصر محضر لنا موضوع الساعه، لا حديث الا عن موضوع الطاقه والكهرباء. بالظبط، ويمكن الموضوع اهميته جايه من ان الازمه المرتبطه بالطاقه والحديث عن ترشيدها ازمه فيها بعد عالمي، لكن كمان بتشغل المواطن المصري بشكل كبير جدا في ظل اجراءات انقطاع التيار. عشان كده مهم جدا زي ما احنا ماشيين اننا نعرف المواطن بالظبط الفجوه فين، وهل امكانيات حلها شكلها عامل ازاي. صح، هي اهم ما في هذه الفقره عشان ننطلق ليها مباشره، للي متابعين خلاص فهموها، للي بيتابعوا جديد هذه الفقره، اهم ما في هذه الفقره الكلام اللي احنا بنقوله ان الارقام دايما ما بتبقاش ليها تاويل من عندنا، يعني احنا لا هدفنا ان احنا نجمل الصوره ولا نقبح او نشوه الصوره، احنا بنقول الارقام التي لا تكذب، وفي النهايه انت تفهم بقى الوضع وتحكم بنفسك. بالظبط، ده بيخلي المواطن طرف في المعادلة، وكمان بيخليه يقدر يستوعب ويحكم. صح، بشكل موضوعي. وخلينا نبدأ مع بعض من الرقم الأول اللي هو الوزن النسبي للطاقة قياسا بكل مواطن، بمعنى ان متوسط الاستهلاك العالمي للطاقة في متوسط عالمي، وهنشوف اعلى دول العالم ونشوف مكاننا فين احنا بالظبط في هذا المؤشر. يمكن لو بصينا هنلاقي ان في سنة 2021 اللي هو اخر معدل اعلن لمتوسط استهلاك الطاقة العالمي، كان المتوسط العالمي 788 كيلو وات لكل فرد او لكل مواطن. اعلى دول العالم كانت السعودية 4200 كيلو وات لكل مواطن، واحنا عارفين ان السعودية هي واحدة من اكبر دول العالم في انتاج الطاقة، يليها المغرب 3200، لكن مصر وناخد بالنا هنا من الرقم 612 كيلو وات. طبعا، بمعنى اننا اقل من المتوسط العالمي وعندنا فجوة او عجز في نسبة الطاقة. لو رحت لمصر لوحدها وشفت خلال السنوات الاخيرة معدل انتاج الطاقة في مصر، هنلاقي اني في سنة 2019 كان عندي، في سنة 2015 كان نصيب المواطن في مصر 725 كيلو وات بشكل دائم بشكل شهري. في عام 2019 كان 608، حصل تراجع في 21 اللي احنا اتكلمنا عنها 612. السنة دي اجمالي الطاقة المستخدمة عندي 63 الف جيجا وات ساعة بنصيب 603 فقط لكل مواطن. تمام، لما اقيس هلاقي ان الفجوة بتزيد او نسبة العجز بتزيد، وهنروح للنسبة. الرقم المهم جدا عندنا هنا كمان واحنا بنتكلم على الازمة اللي هو متوسط سعر برميل نفط اوبك، والرقم ده لاني انا دولة عندها عجز، وبالتالي انا بغطي العجز عن طريق الاستيراد، وبالتالي تكلفة الاستيراد هتظهر كرقم يديني معادلة. احنا في سنة 2024 الموازنة العامة بتقيس على 84 دولار لبرميل النفط. ولما هنروح للرقم، انا مش عايز استعجل ان انا اقول لك احنا تقريبا عندنا عجز يقترب من 165 الف برميل نفط يوميا. كم؟ 165 الف برميل نفط يوميا. خبر ابيض. لما اضرب في الرقم ده انا بتكلم في حدود 4 مليار دولار سنويا. ده عجز في بند واحد من بنود الطاقه اللي هو طاقه النفط. لو رحت للاحتياط النفط المؤكد عندي في مصر، هلاقي ان مصر بتحتل المركز الخامس افريقيا. احنا افريقيا تقريبا احتياطيات النفط فيها 120 مليار برميل، واعلاها طبعا هي ليبيا، اليها نيجيريا. مصر عندها 3.3 مليار برميل نفط مؤكد كاحتياطي. كويس، انت بتتحرك في ظل هذا الرقم. طب انا استهلاكي عامل ازاي؟ استهلاك النفط السنوي عندي في مصر، احنا بنستهلك اجمالي مواد نفطية 81 مليون طن نفط سنويا، منهم دي للطاقة. النفط نفسه 35.5، الغاز وهنا الرقم ده مهم جدا عندي 45.6 مليون طن سنوي. تمام، والعجز هنا هيظهر هنا بشكل اقوى لان ده العنصر الاعلى في توليد الطاقه الكهربائيه. مظبوط، عشان كده لو رحت من هنا وشفت بقى استهلاكات الطاقه عندي، هلاقي اني انا بستهلك 57% من استهلاكات الطاقه عندي غاز، يليها البترول والسوائل 36%، ثم الطاقه المتجدده اللي هي الرياح و
المياه عند 6% والفحم 1%. يعني لو استبعدت الرقمين دول انا بشكل رئيسي بتحرك في صح. البترول عشان كده اي دروب بيحصل في الغاز بنحس بيه فورا بيوجعنا. ده احنا عندنا عجز في البندين بشكل صح. كبير جدا وهنروح. بس لما اقول لما احنا عملنا الاكتشافات الغازيه قلنا هنتنفس فاي دروب بيحصل فيها لازم يؤثر سلبي. ده مهم. وكمان عايزين نقول للناس واحنا الاكتشافات اللي عندنا بتديني كام وانا بستهلك كام. فده كمان صح. جزء مهم صح. لو رحت هنا التوزيع هتلاقي ان اكبر جزء من استهلاك البترول والغاز يستخدم في توليد الكهرباء. مظبوط. يعني عندي 31 مليون طن انا بستهلكهم من 89 مليون بستهلكهم في كل المجالات. الصناعه نفسها تقريبا التلت. يعني النشاط الصناعي اللي هو النشاط الاقتصادي والاستثمار الرئيسي عندي بيستهلك 13550 مليون طن عندي. وبالتالي الكهرباء هي العنصر المهم جدا في التهام الطاقه. طب الاستهلاك اليومي بالنسبه لي بقى للنفط هروح للنفط وهروح بعد كده للغاز. لو رحت للاستهلاك اليومي بالنسبه لي في النفط هلاقي ان في تطور. هننقل البث للصوره للشريحه اللي بعد كده. هنلاقي ان انا استهلاكي عندي 750 الف برميل يومي. طبعا هنلاحظ ان الاستهلاك في تذبذب في الاستهلاك. لكن طبعا الاربع سنين دول او الثلاث سنين دول تحديدا دي السنوات اللي انا ما كانش عندي فيها ازمه انقطاع تيار. فبالتالي انا كان عندي اكتشافات الغاز كانت عاليه فاستهلاك البترول كان اقل. لكن هنا انا بتكلم في 750 الف برميل يوميا. ده الاستهلاك بتاعي. انتاجي 585-590 الف برميل يوميا. تمام. وبالتالي العجز هنا هنغطيه بيغطيهولي بالشكل ده. لو رحت لي الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء وده جزء مهم جدا هنلاقي ان انا بستخدم في سنة 2023 انا كنت محتاج 33499 طن من المواد البترولية سواء غاز او نفط عشان اولد طاقة كهربائية. الرقم هنا فيه تحرك لكن انا السنة دي مع يعني الطفرة اللي حصلة في 22 و23 كان سببها التغيرات الجوية وبدء ارتفاعات الكهرباء خصوصا في فترة الصيف. صح. الشريحتين الجايين انا عايز اقول لحضرتك ان دول بقى مهمين جدا عشان الناس تستوعب الازمة. انا اقصى انتاج للطاقة حاليا انا بوصل له هي الجزء اللي انا بعرضه ده. انا العام الماضي اللي هو اعلى استهلاك عندي كنت بتكلم في 34200 ميجا وات. ده انتاج محطات الطاقة عندي. كويس. الانتاج ده انا بتحرك في فترة الصيف تقريبا ما بين 33 وكسور الى 36. لما انزل ل 33 ده معناه ان انا اقدر اغطي وما عنديش ازمه وما بقطعش الطريق. صح. لكن في فتره الصيف مع ارتفاع درجات الحراره الرقم ده غير كافي بالنسبه لي. مفهوم. ده اقصى انتاج انا بوصل له. طب هل المحطات تقدر تنتج اكتر من كده؟ ونروح بقى للشريحه اللي بعدها عشان ده جزء مهم جدا. البنيه التحتيه عندي لانتاج الطاقه قادره على انتاج 59442 ميجا وات. يعني انا اقدر انتج اكتر من اللي انا بنتجه حاليا ب 16000 تقريبا. تقريبا. الرقم ده مهم جدا. ليه؟ لاني انا عندي ازمه وقود للمحطات لكن ما عنديش مشكله. مش في بنيه المحطات. مش في بنيه المحطات. انا عندي محطات قادره على المشكله في الوقود اللي بيشغل المحطات. بالظبط. ده جزء مهم جدا لان ده مش باين لناس كتيره. صح. عندنا. صح. احنا ما عندناش يعني في ناس فعلا بتسال قال لك مش احنا عدلنا وصلحنا وطورنا بالزبط. وجبنا محطات من سيمنز وعملنا وكذا. عملنا بس المشكله بقى ان في وقود هو اللي بيشغل المحطه. انا اتكلمنا في الجزء اللي فات عن عجز بيقترب من 165 الف برميل يغطي لي. ده جزء من هنا بيدخل لي الانتاج في هذا. طيب. الجزء وبالتالي ده جزء مهم جدا. طب الطاقه انا بوزعها ازاي؟ وده جزء مهم. انا الطاقه عندي موزعه على البنود السته اللي قدام حضرتك. اعلى جزء من الطاقه 36.2% ده استهلاك المنازل. كويس. الصناعي 27.6%. المرافق العامه كلها بتستهلك 13.5. الزراعي التجاري ده ودي نقطه مهمه جدا ويمكن حضرتك وفي ناس كتير بتتكلم على موضوع غلق المحال من الساعه 10 ومراجعه القرار لاني انا بستهلك 5% فقط في هذا البند. البندين الاكبر عندي هو النشاط الصناعي والمنزلي عشان كده تخفيف الاحمال بيركز اكتر على النشاط
المنزلي على اساس ان هو البند الاكبر في استهلاك صحيح. الطاقه طيب. الكهربائيه. اخر شريحه معلش يا ابو ناصر عشان طيب. القصه اخر شريحه عندنا هنروح لها اللي هي متعلقه بلاش يعني ننقل من هنا اللي بعدها نروح لانتاج مصر من الغاز وده جزء مهم جدا على اساس الناس تبقى شايفه انا انتاجي من الغاز سنويا 85 مليار متر مكعب من الغاز حلو. يعني تقريبا انا بستهلك يومين عشان مش هغير الشريحه وبشكل سريع احنا بنحتاج في حدود 7.3 مليار قدم مكعب غاز كل يوم صح. انا بنتج منهم 5.3 وبستورد بشكل مؤمن من حقل الشرق اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء وشرق المتوسط في حدود 900 مليون قدم مكعب حلو. عندي عجز في حدود 1.1 مفهوم. العجز ده انا مش قادر اسده حاليا مش قادر اسده والشحنات ال17 اللي جايه بتسد جزء منه تمام. عشان كده العجز ده هو اللي مأثر بقى على انتاج المحطات وبالتالي بيؤدي الى انقطاعات الطاقه مفهوم. فاذا عالجنا الجزء ده انا ما عنديش ازمه طاقه. لو عالجت الجزء انا بس بعيد عن الكلمه احط شرط تحت بس كلمه لو ساعتها مش هيبقى عندي ازمه طاقه ومش هلجأ الى تخفيف ومش هلجأ لاي حاجه لان البنيه التحتيه يعني احنا ممكن في حلقه ثانيه نكمل. مصر عندها بنيه تحتيه رائعه في مجال انتاج الطاقه بكل اشكالها بما فيها الطاقه المتجدده. الله يفتح عليك. اعتقد الصوره واضحه والقصه دلوقتي باينه على مستوى البنيه التحتيه والمحطات وطاقتها ثم بقى القصه في كفايه انتاج الطاقه اللي يشغل هذه المحطات بالطاقه القصوى يعني. شرفت ونورز عبد الناصر ونلتقي ان شاء الله على خير كل سبت باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. بعد الفاصل ومنه الختام.